بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أرواح شهداء البحرين. نقف اليوم تضامنا مع والدة أخونا العزيز البطل المناضل الأستاذ عبد الوهاب أبو حسين. أمك أمنا، أمك ماتت شهيدة الحسرة، ونحن نقف اليوم تضامنا من عوائل الشهداء، فهي أم الجميع. هذه أمك يا أستاذ عبد الوهاب، وسلام منا إليك من رابطة الشهداء، وأيضا بلغنا سلامكم من جميع رموزنا الكرام الأوفياء، وما زال المؤمنين يدعون لك بالشفاء العاجل من الله سبحانه وتعالى. يا أبو حسين، أمك في قلوب الجميع، في قلوب جميع شعب البحرين. أمك هي أمنا، ما زلنا على خط الحسين سائرين وإلى الأمام، وشكرا لهذا الشعب الكريم.